من استاد الجيش بالسويس حيث انتهى مباراة المصري والنجوم بفوز النادي المصري بهدف نظيف. معي واحد من نجوم المباراة كابتن احمد ياسر. كابتن انا ببارك لك النهارده على الفوز. ربنا يخليك يا طارق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الحمد لله بشكر اللعيبة النهاردة وبشكر الكابتن هاب اللي هو رجعني أبدأ بقالي كتير ما بدأتش. بحمد ربنا طبعا هي بداية موفقة الحمد لله. وفي الأول في الآخر أهم حاجة 3 بونت. أنت عارف إحنا بنبصش في الجدول بس إحنا ماشيين الماتش بماتشه. كابتن هاب متفق معانا والجهاز الفني متفقين معانا إن إحنا ماشيين الماتش بماتشه مش بنبص في الجدول. أهم حاجة كل ماتش ناخد 3 بونت وهنروح فين دي بقى بتاعة ربنا. التوفيق ده بتاع ربنا. بحمد ربنا طبعا اللعيبة النهاردة كلهم رجالة كلهم يعني مش هذكر أسماء طبعا. واللي على الدكة رجالة قبل اللي بيلعبوا قلبهم معانا وكلنا مع بعض طبعا. مش فارق مين اللي يلعب مش فارق مين اللي يجيب جون. اهم حاجه النادي المصري يكسب واهم حاجه 3 بونت. طارق يا كابتن شفنا الاداء في الشوط الثاني افضل بكتير. عايز اتعرف منك على استراتيجيه الكابتن ايهاب جلال في التعامل مع اللاعبين معنويا. قال لكم ايه بين الشوطين؟ والله طارق دخل قال لنا احنا ماشيين كويس الشوط الاول واحنا مش مستعجلين. يمكن انت عارف اسلوب الكابتن ايهاب الصبر شويه ويمكن الناس حاسه كده اللي بتتفرج في التلفزيون. الناس حاسه ان احنا بنلعب بهدوء وفي صبر. بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا وهاديين بندور الملعب زي ما الكابتن ايهاب عايز. مش مستعجلين على الجون. مفيش حته الاستعجال دي ما بقتش موجوده. والحمد لله احنا عارفين ان احنا بنجتهد وبنتمرن كويس وربنا شايف وربنا بيدي كل واحد على قد اجتهاده. فاهم قصدي؟ يا كابتن كلاعيبه نفس طموحكم عايزين توصلوا لفين الموسم ده؟ والله طارق احنا طبعا طموحنا عايزين نرجع لمكاننا الطبيعي. احنا كلنا متفقين مع الجهاز الفني ان احنا ان شاء الله طموحنا ان شاء الله نرجع نشارك في افريقيا السنه الجايه ان شاء الله. واحنا قادرين ان احنا نرجع نشارك في افريقيا ان شاء الله. النادي المصري كبير بجمهوره وبلعبته وبالاداره وبالجهاز الفني وان شاء الله نرجع مكاننا الطبيعي ان شاء الله.